السباق انطلق بأولى مشاركاته هنا على ميدان الأحلام بعام 2014 الأخ منذر غرفات أبو سليمان اليوم هو بملكية الأخ خالد للداوي من قلنسوة جاد من جنين وهو الحصان سيف الميدان سيف الميدان ابن الفحل جليلة وفلون بنت نادر الجمال المالك موسى بميضي تدريب استغلاط المعتز سيقود الخيال بزيو إذن سيف الميدان ابن جليلي كيلا فلون بنت نادر جليلي كيلا فالمنحدر من سلالة لهيب والأم بنت الصخرة بنت أمال الصخرة بنت أمال بنت الفحل مرهف ابن الأخطل مرهف من مزرعة الزهراء مصر والأخطل هو أسطورة الخيول في مزرعة الزهراء في مصر وهي سلالة رائعة جليلي كيلها من سلالة اللهيب هذا الحصان الأسطورة المعروف من أجود وأفضل الخيول المصرية في العالم وليس فقط في البلاد اللهيب ابن الإمبريا الإميدل هو اياس ابو جبل على صوت مجهول للفحل الادهم والنبت مجالي هو سلمان الاعسم على صوت الجنجي للفحل الشباب جمال حبيبنا اطلع على برا بتعمل معروف الخيل بتجفل على الخط بتعمل معروف يدو لورا اياس مع مجهول الجنجي مع سلمان بريق مر برنس والشهم محب ينحدر من سلالة الحصان دبليو اتش جاستيس المنحدر من سلالة الماجنوم سايكي وبدرون ثم بترون الأم هي الشيرمان تنحدر من سلالة الشكلان المزيج ما بين الشكلان والجاستيس محب الأم هي بنت الفحل المعروف إكستن إكستن وبطل أوروبا في السباق وفي الجمال حصان من مزارع بولندا الأم هي الشهيلة شهيلة تنحدر من سلالة الخياط الخياط ينحدر من سلالة ذي ديسبيرادو شيخ البادية منبع خيول الصحراء من سلالة رائعة لكل الخيول المشاركة شهم برينس طريق مر سيف الميدان الجنجي ومجهول جروب 2 ما شاء الله يبزيو يبزيو ورد يبزيو زنور فقرة الحجرات على صوت شهم ومجهول مع اياس ابو جبل من سوبر سوس يحيى مشكور حبيبنا يحيى ابو حمد سرج تدريب للفائز بالمرتبه الاولى لهذا الشوط سرج تدريب لصاحب المرتبه الاولى المقدم من سوبر سوس الناصره يحيى ابو حمد ظلك دغري ظلك دغري بس تشوف عمليه الاحماء الخيول تبدو بجاهزية رائعة ما شاء الله قيمة سوبر سوس يحيى أبو حمد يقدم سرج تدريب للفائز بالمرتبة الأولى ندعو الأخ يحيى أبو حمد أبو زكريا لتتويج هذا الشوط أخ يحيى تفضل لتتويج الشوط صاحب يحيى أبو حمد مشكور توفيق ما شاء الله تبارك الرحمن برنس الفحل بلاك ديسبيرادو لوبيت كخافة شاحر الخيال عمر غدير
فرنس ما شاء الله توفيق عمر اسماء عديده من الخيول التي مر برنس وشهم مجهول لعيسى شعبان الجنجي ليستركبها سيف الميدان لموسى الضميدي بريق مر لخالد للداوي برنس لمأمون جنداوي شهم لابو الصقر بانتظار دخول سيف الميدان لحظات لدفع المجموعة مجهول مع ياس الجنجي مع سلمان سيف الميدان مع بزيو بريق مر مع صالح برنس مع عمر شاهد مع زنور وتندفع الخول ما شاء الله سيف الميدان ينتزع الصدارة ولكن لاحظوا الآن بريق مر يتقدم لاحظوا النزاع الرائع من المراحل الأولى على المرتبة الأولى لاحظوا هذا النزاع الرائع ما بين مجهول وسيف الميدان والجنجي وبريق مر وبرنس الآن كل الخول ما شاء الله يا سبو جبل الآن ينفرد الصدارة مع مجهول يا سبو جبل ولكن لاحظوا النزاع الرائع أيضا من الجنجي سيف الميدان بريق مر برنس وشهم الخول الآن قبالة المنعطف الأول يا سبو جبل لا يزال يحافظ على الصدارة مع مجهول مجهول لا يزال يحافظ على الصدارة مجهول مجهول لا يزال بصدارة المجموعة مجهول لا يزال بصدارة المجموعة ولكن لاحظوا النزاع أيضا من الجنجي وبريق مر وسيف الميدان لا يزال مجهول بالصدارة مع عياس أبو جبل مجهول الآن يندفع للخط المستقيم يرجع لورا يا شباب ارجع لورا مجهول لا يزال يحافظ على الصدارة مجهول بالصدارة مجهول والجنجي وسيف الميدان مجهول والجنجي وسيف الميدان مجهول بالصدارة مجهول مجهول والجنجي وسيف الميدان وبريق مر مجهول الآن شاهد يتقدم مجهول شاهد ينتزع المرتبة الثانية وبريق مر بالمرتبة الثالثة أو الجنجي عفوا بالمرتبة الثالثة الجنجي مع الند العنيد أياس أبو جبل على صهوة مجهول حتى بالمرتبة الأولى هو تحية حبيبنا الجمهور لمجهول وأياس أبو جبل تعيس أبو عاطف على هذا الصوت مجهول ابن الأدم الأمبيت مجالي مبروك لعيسى شعبان مبروك للمدرب عمر شعبان ألف ألف مبروك على صوت والأروع يتوج هذا الصوت يحيى أبو حمد مقدم سرج تدريب لصاحبين الحصان مجهول اياس اياس على هذا الصوت ابو عاطف ما شاء الله لا قوة الا بالله اندفاع رائع على صوت مجهول ينتزع الصدارة يحافظ عليها ويحتل المرتبة الاولى مع مجهول ابن الادم ولبد مجالي الف مبروك حبيبنا شعبان مبروك عيسى مبروك عمر مبروك حبيبنا مبروك اياس على الكاميرا حبيبنا على الكاميرا مشكور الاخ يحيى على هدية السوبر سوس يحيى ابو حمد سرج تدريب ل بيج كيف لا وبه الشهامة هذا الحصان شهم بالمرتبة الثانية شهم ما شاء الله جميل المظهر والمحضر شهم ينتزع المرتبة الثانية بالرمق الأخير ابن الفحل محب الأم الشهيلة الملكة بالصقر ألف مبروك استبلاط الأمريكي ما شاء الله على شهم ما شاء الله لا قوة إلا بالله على الكاميرا حبايبنا ما شاء الله مظهر ومحضر حصان جميل جدا الله يحميه والصقر كل احترام الصبي الامريكي شهم هو شهم دائما على منصة التتويج وتحية للحجرات وللامريكي الف مبروك والصقر حبيبنا مشكور يحيى ابو حمد مشكور ابو عدنان مشكورين الف مبروك مشكور حبيبنا يحيى وبالمرتبة الثالثة على الحصان الجنجي تفضل حبيبنا للتتويج منافسة شرسة حتى الرمق الأخير مبروك لصناع الأمجاد مبروك ألف مبروك لأحمد زغلول ويوسف ألف مبروك حبيبنا أهلا وسهلا بكم مبروك يا سركبة مبروك ألف مبروك ما شاء الله حصان واعد ألف شكر أبو العدنان وألف شكر ليحيى أبو حمد يحيى يا يحيى